السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ مين يا رب تكونوا بخير؟ أهلا بكم ومرحبا في فيديو جديد. الفيديو اللي فات يا جماعة من فيديوهات ازاي تربى حمام من البداية، يعني ازاي تتعلم تربى حمام من أول ما تبدأ. يعني الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن المكان وعن توفير المكان، ازاي تعمل المكان الصح والمكان السليم. انا كنت بصور من فوق، النهارده بصور من الاوضه تحت. زي يا جماعه البهلوان اهو، هتظهر دي ان شاء الله، بظهر دي النهارده يا جماعه. الفيديو بتاعنا النهارده ازاي تشتري حمام. قبل ما اقول لك ازاي تشتري حمام، هقول لك تشتري حمام من مين. اما تحب تشتري حمام، تشتري من واحد انت عارفه، واحد تكون يعني يكون عارفه معرفه شخصيه، او له مكان ثابت تعرف تروح له لو في الحمام عيب ولا حاجه تعرف ترجع له تاني. ما تشتريش من تاجر، ما تشتريش من سوق، لان الحاجات دي مش مضمونه. طيب لو انت لقيت حد تكون واثق فيه وعارفه معرفه شخصيه وتشتري منه، هتشتري منه حمام شغال، حمام يكون شغال، وتشتري منه حمام بالضمان. تقول له لو الحمام فيه عيب انا هرجعه لك قبل ما تشتري، وكل الكلام قدام الناس. عشان الحمام لو طلع فيه مشكله ترجعه له. انما لو مش لاقي حد تشتري منه وانت لسه جديد في موضوع الحمام ده، تاخد حد يكون بيعرف في الحمام ويكون مربى حمام قبل كده، يشتري لك من اي حد معرفه. لو ما تلاقيش اي حد معرفه وحبيت تشتري من السوق، اقول لك تعمل ايه. شراء السوق، حمام السوق يا جماعه بيكون 90% 90% منه حمام عيوب. ليه يا جماعه؟ ليه؟ لان انك بتشتري من تاجر، التاجر ده شاري من كل واحد حمامتين ثلاثه وجمعهم على بعض، يحط ذكر مع ذكر ويحط انتهى مع انتهى، يقول لك ده حمام شغال، والحمام برضه بيجي له تعبان، بيجي الحمام تعبان، يعني لان بيلم حمام من هنا وحمام من هنا وحمام من هنا، بيتغير عليه الجو فالحمام بيبقى عنده تعبان. انصحك ما تشتريش من اي تاجر. تشتري، عايز تشتري، تشتري من حد بيربي برضه في السوق، ناس طبعا بتربي وبتروح تبيع الانتاج بتاعها او الزيادات بتاعتها في السوق. لو هتشتري من السوق ما تشتريش حمام شغال، يا تشتري زغاليل يا تشتري حمام على وش شغل. حمام على وش شغل ازاي؟ هنبقى نعرفه في الفيديو الجاي ازاي تعرف الحمام ده اشتغل ولا لا، وتشتري الحمام وتعرف الحمام ده عمره قد ايه، عن طريق الريش، وتعرف برضه تذكر عن من النتايه، وهنتكلم في الموضوع ده كله. احنا النهارده الحلقه بتاعتنا ازاي تشتري حمام من هتروح على الراجل بتاع الحمام اللي انت هتشتري منه، هتبصوا عنده طبعا في السلاكه او في القفص اللي هو حاطط فيه، وتراقب حركه الحمام اللي انت هتشتريه كويس، تشوفه كسلان ولا بتحرك ولا حاجات من دي، وتمسك منه فرد الحمام. ايدك بالشكل ده كده، رجلتين يا جماعه بنمسكهم كده بين صبعنا دول، وبنمسك الدماغ كده راس الحمامه كده، واول حاجه بنبص في عينيها بالطريقه دي، نبص في عينيها. لو عينيها مدمعه لازم تكون العين يا جماعه سليمه وبتلمع. لو العين مدمعه او عين مقفوله او حاجه، طبعا يبقى الحمامه تعبان. هنيجي برضو بايدنا كده ونمسك على المناخير فتحه الانف كده ونمسح عليها. لو ودينا اتبلط ميه يبقى برضو الحمامه عندها برد وتعبان. ده تقليب الحمام. وهنيجي برضو على المنقار ونفتح كده منقار الحمامه من جوه ونبص بقها. لو في ريحه حاجه وحشه يا جماعه برضو الحمامه تعبانه. لو تلاقينا
حاجه سفر او حاجه رياضه يبقى الحمامه تعبانه. نيجي برضو يا جماعه على العظمه بتاعت الظهر دي، العظمه بتاعت البطن دي كده بالشكل ده، وندوس عليها لو العظمه بارزه يبقى برضو الحمامه تعبانه ما نشتريهاش. يبقى الحمامه تعبانه ما نشتريهاش. ونبص برضه يا جماعه في السلاجه عند الراجل اللي احنا بنشتري منه، لو لقينا لا مؤاخذه الرزق او المخلفات بتاعه الحمام او الاخراج بتاع الحمام سايح، يعني اسهال او لونه زيتي او لونه ابيض، برضه يبقى الحمام تعبان ما نشتريش منه. هنا يا جماعه لو لقينا الحمامه صحتها حلوه وسليمه وتلاقي حركتها سليمه وبتجري ونشيطه وحاجات من دي، وعملنا على شفنا التأنيب بتاعها بالنسبه للعين وفتحات الانف وبق الحمامه، يبقى الحمامه كده نتوكل على الله ونشتريها. وزي ما قلت يعني اشتري زغاليل لو انت بتشتري بالسوق، يا تشتري زغاليل يا تشتري شبان على وش شغل، وتضمن ان الحمام ده سليم وما فيش فيه اي مرض. بنضمن ده يا جماعه من الحاجات اللي انا قلت عليها، اللي هي المخلفات بتاعته والاخراج بتاعه، البروز بتاعه لو سايح او لونه زيتي او لونه ابيض، يعني او اسهال او اي حاجه من دي ما مش تمام. لو عينيها لو لها عين مثلا مقفوله او عين مكسوره شويه او عين مدمعه برضو ما نشرهاش. لو فتحه الانف بتاعتها حطيت ايدك عليها وطلعت بتجيب ميه يبقى الحمام عندها برد وبرده ما نشرهاش. لو فتحنا بقها وتلاقينا فيها تكبونات بيضاء او صفراء يبقى الحمام عندها كنجر وما نشرهاش. هنبدا برده الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم ازاي تعرف عنوان، تعرف الذكر من النتايه، وازاي تعرف عنوان الحمام عشان محدش يضحك عليك وانت بتشتري. لان يا جماعه الغش جامد قوي قوي في موضوع الاسواق بالذات، يعني بتلاقي لما التاجر شاري، والله حصلت معايا انا، كان معايا تقرير هزاز زدي ونزلت بوم السوق، فالراجل المصمم اول ان ياخدهم قلت له يا عم دول تقرير، قال لي انا هاخدهم مش مشكله ومش عارف ايه. طيب اخدهم وانا راجع الجاله حطهم في السلاجه وحاطط معاهم بطين وبيبيعهم ان هم جوز ذكر وانثى وشغالين، وبيحلف ان هم شغالين وبيضل عنه. فاحنا يا جماعه لازم نخلي بالنا من الموضوع ده عشان ما حدش يضحك علينا ولا حد يغشنا. والسوق يا جماعه هو فعلا ما راحش السوق ما اتعلمش، واللي يروح السوق لازم يضحك عليه. فانا بقول لكم ازاي ما يضحكش عليه. ده الفيديو بتاعنا كان بتاعنا النهارده يا جماعه، اللي هو ازاي تشتري حمام تكون الحمامه تقيله، تحس الحمامه تقيله كده برده تقيله وماسكه نفسها يعني، وتبص برده على رجليها ما يكونش فيها اي عوار ولا اي حاجه من دي، ولا صبع ناقص ولا حاجه ولا اي حاجه زي كده. نصور من الأوضة دي يا جماعة، الأوضة ما احنا عارفين عاملين لها تهوية، عاملينها تهوية من هنا ومن هنا برضو من فوق، والجنبين التانيين سد عشان لازم الشمس بتخش برضو من هنا من البلكونة، لازم المكان يكون الشمس بتدخله أهم حاجة. وانتظرونا برضو في الفيديو القادم إن شاء الله انا اعرفكم ازاي تعرف عمر الحمام، وازاي تعرف الذكر من النتايه بكل سهوله باكتر من وسيله واكتر من طريقه. ودعموني يا جماعه، وتم الفنان الجديد على القناه باذن الله، اللي جاي احسن باذن الله، ولا تشجعونا بلايك وتعليق، ولو اي حد عنده سؤال او اي حاجه او استفسار انا تحت امره.
ده يا جماعة الفيديو كان بتاع النهاردة، اللي هو بعنوان ازاي تشتري حمام ومنين تشتريه وتشتري عمره قد ايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.